بسبب نشاط بركاني في جزيرة صقلية الإيطالية، كميات من غاز ثاني أكسيد الكبريت الضار تصل إلى الأجواء الليبية، فهل يشكل خطراً؟ أثارت معلومات حول مرور كمية من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى مناطق شرق ليبيا نتيجة لنشاط بركاني في إيطاليا أثارت مخاوف المواطنين. المرصد التونسي للطقس والمناخ أكد أنه ليس هناك خطر كبير من هذا الغاز الموجود في الطبقات الجوية العليا، مشيرا إلى أن مروره بليبيا سيكون سريعا ونسبة تركزه ليست عالية جدا. مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين رمضان كشف من جهته في تصريحات صحفية أن هذا النوع من الغازات التي حملتها الرياح الشمالية الشرقية يشكل خطراً على حياة الناس في صورة ما إذا زادت الكميات القادمة من منشأها الأصلي، وأضاف إنه لا يتوقع أن تحمل الكتل الهوائية المتجهة نحو الساحل والشرق الليبي مزيداً من هذا الغاز.